لف كريم المهندسين تهاني الدقي إيه؟ مالكش دعوه بالحاجات دي، دور على الملفات اللي احنا عايزينها، ارمي الحاجات دي دلوقتي، خليها على جنب. مش لاقي ملف علاء. والله قلبت عليه الدنيا انا وسمير ما لقيتوش. مش عارف ملف ايه اللي انت شاغل بالك بيه ده، خليك في اللي انت فيه. يا رب ساعده، يا رب ساعده، خد بيده يا رب، يا رب يا رب، ما لناش غيرك يا رب. يا رب ساعدنا يا رب. يا عدلي دودو، يا ولية في ايه؟ بص بقى، في موضوع يعني كنت عايزه اتكلم معاك فيه. قلقتيني، ما تتكلمي. ماتت. اشمعنى؟ اصل انا بقى بصراحه يعني كنت مستلفه منها فلوس، انت عارف الازمه اللي هما فيها، بقول المفروض ان انا اردهم لها. بس معاكي؟ ما هي سيد الرجال. ليه هو المحروس ابنك ياسر معاه فلوس؟ انا قصدي انت. تبقي اتجننتي في عقلك. جننت في عقلي ده ايه؟ هو انا مش مراتك؟ انت بتخوفيني في الضلمه. الديون دي كانت عليك قبل ما نتجوز، يبقى دلوقتي مش ملزوم بيها. وانا اللي كنت فاكرك بتحبني. بحبك بس مش للدرجه دي. يعني يرضيك تستخسر فيا مبلغ حيف زي ده؟ هايف؟ هو كام؟ ولا حاجه، 10,000 جنيه. ايه؟ صدقي انت اللي هايفه، 10,000 جنيه ده مبلغ ضخم. يعني يرضيك ان انت تعيش مع مراتك وهي مدينه للناس؟ اخس. صراحه ما يرضينيش. يعني هتدفعهم لي؟ لا هطلقك.